طيب التور واضح عندي حاجة، واضح ان انت بتمر بأزمة اهي، أزمة عندك، خوف على شوية اضطرابات، شوية عكوسات الفترة دي، خايف طبعا، خايف تاخد أي خطوة، خايف من أي حركة تعملها إنك تزود المشكلة أكتر وتغرق أكتر. بص جايلك إيه تحت الكارت ده؟ The High Priestess، القديسة، زي ما أنتوا عارفين وأكيد حفظتوا، القديسة بتمثل لي القرب من ربنا، الروحانيات. حلكوا يا تور لو القراية دي تنطبق عليكم وفعلا بتمروا بالأزمة دي، بليز اتجهوا لربنا، هو الوحيد اللي هيطمن قلبكم، وهو اللي هيخرجكم من المشكلة دي سالمين آمنين. نقرب من ربنا شوية، نتعبد، نحاول إن احنا ننعزل شوية، نقعد، مش ننعزل، نقعد بس إيه، نفكر بهدوء كده لوحدنا، وتبعدوا عن المشكلة. يعني تشوفوا لو هي مثلا خناقة مع حد في الشغل، يعني إيه، ناخد بس بريك شوية، نقيم الموضوع، وزي ما قلنا نصلي بإذن الله محلولة. في حد قريب منك هيقدم لك شيء، والشيء ده شكله مساعدة، هيساعدك، وهيساعدك، افتكر الموضوع ده ليه علاقة بالأزمة اللي انت بتمر بيها دلوقتي، هيساعدك فيها، هيقدم لك شيء، اوكي، بنية خالصة وحاجة حلوة جدا، مساعدة او دعم، او حتى يعني هيهون عليك ويخفف عليك المحنة اللي انت فيها دي، بس هي حاجة بسيطة إن شاء الله، ما هياش حاجة يعني تخوف، ما تقلقوش. Queen of Pentacles، أيوة بقى، أيوة بقى، الحالة المادية فيها تطور كويس يا تور، يمكن البنزين الكام 10 سيخ ولا من ربع جنيه اللي نزلت دي، يمكن هتأثر معاك، حالتك المادية يبقى فيها تطور، وهتحس إنك أنت في حالة راحة شوية، مش رخاء بس إيه، العملية تكون مريحة، تطور عن اللي انت فيه، ايا كان اللي انت فيه، هتحس ان انت ها طلعت شويه. وكمان بيدل على انك انت شخص طيب وكريم وعندك عطاء كتير جدا، وكل ما بتدي كل ما هديك اكتر. انت محتار في حاجه، واعتقد الحاجه دي تخص العاطفه بقى، ده في حيره هنا، قرارين شبه بعض، قريبين من بعض قوي، حيران اعمل ده ولا استنى شويه ولا اعمل ايه، في عندك حيره. الحيرة دي بقى بتمشي بإحساسها بقى، تمشي بإحساسك، ما تتحلش بالعقل، دي بالإحساس، وهتحس بمشاعر جديدة يا تور. لو أنت محتار بين علاقتين، يعني محتار بين أنت مثلاً أو أنت محتارة بين شخصين، هيجيلك مشاعر جديدة هتحس بيها قوية جداً، ما ينفعش تعدي من غير ما تاخدي بالك أو تاخد بالك، هتحسوا بالمشاعر دي، وده هيحسم لكم القرار ده، في حيرة واضح، اوكي، وحيرة بقى حاجة ليها علاقة بقى بالمستقبل، حاجة مكملة معاك، فعلى ما اظن والله اعلم ان الحيرة دي زي ما قلت لكم في علاقة، او حتى مش لازم يكونوا بين شخصين، مقارنة بين شخصين، ممكن تكون انت محتار تكمل او ما تكملش، محتار تتعامل ازاي، هتلاقي مشاعر هتحس بيها فجأة هي اللي هتحسم لك الموضوع ده، هي اللي هتدل لك تتعامل ازاي. وزي ما قلنا، قلت الأزمة اللي عندك دي حلها القرب من ربنا والصلاة. عندك تغير في الحظ يا تور، الحاجات اللي كانت واقفة ومتعطلة وراكدة كده، المية الراكدة، العجلة هتدور، هتبتدي تدور، هتبتدي الدنيا تتغير، والامور الواقفه المتعطله هتبتدي تقرب، والدنيا هتبتدي تتسهل، هتحس بتغير وتغير جامد. التغير ده هيسبقه حاجه، هيسبقه تغير فيك انت الاول، في شيء هيتغير جواك، في ذا ديث، ديث ده كارت قوي من الكروت القويه جدا، والكروت الميجر الاساسيه في التارو، بيوحي بموت شيء كان عايش معاك فترة طويلة جدا، ممكن يكون معتقد، ممكن يكون أسلوب، ممكن يكون صفة حتى فيك، حاجة كانت جزء منك هتموت، ويحل محلها شيء تاني. لما الشيء ده هيتغير جواك، العجلة هتدور. يمكن نقول مثلا، هديك مثال، للمثال وليس الحصر، انه اسلوبك مثلا، بدل ما انت شخص مثلا مش اجتماعي قوي،
هتبتدي العزله اللي انت فيها دي تختفي ويحل محلها اجتماعيه، ان انت تبقى شخص اجتماعي وحابب تنزل مع الناس وتقابل زمايلك في الشغل بره الشغل وتعمل علاقات اكتر، فالعجله هتدور معاك. فاهمين قصدي؟ في تغيير هيحصل جواك انت، وبرضه ده ما ينفعش ما تحسوش، زي المشاعر القويه اللي هتحسها دي ما ينفعش تعدي من غير ما تاخد بالك. هتاخد بالك ايه ده؟ انا مش كده، دي مش طبيعتي، في حاجه شيء جواك هيتغير بشكل جامد. سترينث يا تور بيقول لك مواجهتك لازم تكون بعقلانيه، بالدبلوماسيه، تستعمل عقلك ما تستعملش قوتك عشان تسيطر على الحاجه اللي بتهددك دي. شايفين ده اسد؟ الكارت ده اسمه سترينث، القوه، قوتك بعقلك، مش انك انت تنهر اللي قدامك او انت تهينه او انت تزعقله او تزعله هو ده كده انت كسبت الماتش. لا، الماتش مش هيتكسب كده، بعقله. بصوا هي مروضه الاسد ازاي؟ بعقلها، بتطبطب، مش لازم يكون بطبطبه، يعني مش شرط يكون تستعمل نفس الاسلوب انك انت بتطبطب على اللي حواليك، لا، تستعمل معاهم دبلوماسيتك وذكائك، وما فيش شك من قوه الحاجتين دول عندك. انت منغمس في ذاتك شويه يا تور، شايفه حاله زي ما تقولوا مش حزن بس انطوائيه شويه، حابب تكون مع نفسك او مركز مع نفسك قوي. يمكن يكون التركيز اللي انت مركزه مع نفسك ده هيكون سبب التغيير الرهيب اللي هيحصل في حياتك ده، يعني هتقعد قاعده مع نفسك وتعمل شويه تعديلات، هتطلع منها بالنتيجه دي، هتقول لا لقد الوقت جه بقى خلاص، انا لازم ابتدي اتغير، لازم مثلا ابتدي بدل لما انا بهاجم بشده ان انا لا ابتدي اكون حكيم اكتر في انفعالاتي، بدل ما انا لا كل ما حد يقول لي تعالى مثلا انزل معانا روح معانا زمايل في شغل، انتوا عارفين الخروجات الـ بتاعت الشغل دي بتقرب الزمايل جدا من بعض، هتبتدي تنزلها، هيتغير حاجه في شخصيتك جامده جدا، وبالتالي هتتغير حياتك معاها، هتكون اكثر سلاسه واكثر حظا ان شاء الله. قرايه حلوه زي ما قلت لكم يا تور، لو انا صح في موضوع المحنه او الازمه اللي انت بتعدي بيها دلوقتي، حلها الصلاه، قرب من ربنا وادعي له وهو هيدلك. بالنسبه للحيره اللي عندك من ناحيه الحاله العاطفيه، فدي انت هي هتتحل لوحدها، هتبتدي تحس بمشاعر جديدة هي اللي هتحسم لك الموقف. دي القراية الأولى للقراية العامة الأولى لبرج الثور. أتمنى تكون القراية منطبقة ودقيقة، يا رب تكون عاوز صح. ميرسي يا عزة، بتمنى يتغير حلو وفك إيه وفك الكعبلة إن شاء الله، إن شاء الله يا دود طلعت، إن شاء الله بإذن الله هتتفك بإذن الله. البس ده لا مش يوميا يا عامر، هو بقى حسب التساهيل الصراحه، بس هو الخطه ان هو يوم يوم لا، وهحاول على قد ما اقدر ان انا اظبط الريتم ده. يا سلوى يا حبيبه قلبي، ويحفظك ويبارك فيكي يا حبيبتي انتي، خلاص يا عليكم صح. طيب كويس قوي، كويس قوي. قوس يا ميسه قريب قوي، حاضر. بعد ما شفت في حاجه جوايا اتغيرت وانا مش كده من ساعه ما شفت ايه يا حسام، هذه من برج الثور، دي المرحله الاولى يا زينب، ما تعيطيش، دي المرحله الاولى، وهنقول الحاله العاطفيه حالا، ولو فاتك القرايه ولا يهمك، بعد البث ما يخلص هتلاقيني حاطاها لك في الصفحه جاهزه مستنياكي. قوس ان شاء الله يا ميسه، حاضر. ميرسي يا مروه عشير، تسلم ايدك حياتي. طيب يلا نشوف الحالة العاطفية، اهو مروضة اسود وما جبتش من عندي حاجة. والله يا بنتي احنا عايشين في غابة هنا، دي غابة بنروض اسود فعلا. يلا هنعمل ايه، فعلا كلامي كله صح. ميرسي يا بسمة جدا، صح، اشكرك يا شيماء. طبعا يا سيف، لا يعلم الغيب الا الله، طبعا ونعم بالله. طيب يلا نشوف الحالة العاطفية اخبارها ايه. يا رب تكون كويسة. وانا في حد كمان تور عندي من صحابي، يا رب يا رب يكون حاجة كويسة يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا منى انت اللي كمان، انت وحشتيني جدا جدا منى،
منى احنا قريت، انت سمعتي قرايتك ولا لا؟ انت قرايتك عملتها لايف، منى من الناس اللي كسبت معانا. سمعتيها؟ والنبي طمنيني قولي ان انت سمعتيها، عشان انا ما بقتش فاكره انا قلتها في انهي لايف فيهم، عشان خاطري يقولي انك سمعتيها. انا بعد كده هعمل القرايات على التليفون، انا مش هخليها هنا. كل كلمه صح، بس انا ايه بصلي على طول. كويس جدا يا عزه، حلو حلو. الصلاه طبعا دي عباده ما فيهاش حاجه، بس انا اقصد الصلاه اللي هي انك تتكلمي مع ربنا، فاهمه قصدي ايه؟ القعده دي اللي بتبقي خلصتي الصلاه وتقعدي كده ايه تفتحي قلبك وتتكلمي مع ربنا، ده قصدي. بس طبعا برافو عليكي وادعي لي معاكي، ادعي لي ارجع التزم انا كمان. محمد مفروض صح جدا، بشكرك يا محمد. اوكي يلا نشوف المجموعه الاولى لبرج الثور، القرايه العاطفيه. بسم الله الرحمن الرحيم. حيره اهي، شفتوا؟ عندك حيره يا ثور، مفيش كلام زي اللي شفتها فعلا في القرايه الجنرال بتاعتك. في حيره، حيره، ده الطاقه حتى نفسها بينكم حيره. يا رب يا ترى ايه الاسباب؟ ايه سبب الحيره دي؟ طيب طيب بسم الله ما شاء الله، حاجه حلوه جدا. بصوا يا جماعه، حيره هي واضحه، ذا ستار هي ايجابيه، طاقه ايجابيه كل حاجه، بس انت عايز تحسن قرار، انت رجل في الميه ورجل في الارض، مش عارف تروح فين، ويعني وهو قرار شكله قرار مصيري، يا الارض يا الميه، حاجتين يعني عكس بعض، فعندك قرار محتاج تحسمه. نفسك، انت شايف ان في حاجة غلط في العلاقة، يكاد يمكن يكون خطأ حصل من شريكك او خطأ منك، الله اعلم، بس في يمكن في حاجة غلط. البرج ده معناه شيء غلط. نفسك الشيء الغلط ده ينهار ويروح بقى، يعني الغمة تنزاح. والشمس، بص بص التاور عامل ازاي، يعني سواد، السماء سودة، يعني اكيد حاجه غلط، وحاجات بقى بتقع وبيت بينهار وناس بتقع من الشبابيك ونار وحريقه واكشن غير طبيعي كده. لكن لازم عشان تهدى لازم يحصل الانفجار ده، فانت نفسك الشيء ده الوحش ده ينهار، حتى لو هيبقى فيه خسائر بس نفسك ينهار. شايف شريكك ازاي؟ شايفه هديه من ربنا، شايفه حاجه حلوه جدا، بيمدك بطاقة إيجابية وبيمدك بالهدوء وبيمدك بالاطمئنان. بصوا جنينة وبستان، يعني حاجة حلوة جدا، وإيد ممدودة وحاجة منورة وكده، حاجة حلوة قوي قوي. أنت يا تور شايف شريكك حاجة كويسة جدا، أكيد شريكك شخص كويس، يعني واضح إن هو شخص كويس، وهو فعلا على فكرة شخص كويس. شريكك عايز إيه؟ عايز يوصل لرضا، نفسه يحس برضا في العلاقة. شكلك انت اللي مغلبه يا تور، يمكن تكون انت اللي مغلبه، او هو مش عارف يوصل لك ازاي. نفسه يوصل لمرحله الرضا، ان هو يرضيك، وان هو كمان بالتالي هو هيرضى. اللي لسه ما ارتبطوش، الشخص ده شريك التور عايز ارتباط، عايز بدايه عيله جديده. اللي ارتبطوا فهو عايز العلاقة تكون صحية، وعلاقة فيها ثقة وفيها فرح واحتفالات، عايز يسعد عيلته جدا. يعني في كلتا الحالات، سواء العلاقة دي زواجها تم ولا لسه، فشريكك يا تور شخص فعلا كويس قوي. ربنا يعني ربنا يهنيكوا ببعض. شايفك ازاي؟ شايفك عندك، يعني انت اساس كويس قوي، بذرتك كويسه، البذره كويسه بتاعت العلاقه، بس هي عايزه شغل. يعني انا قربت افهم المشكله يا طور، شكل اندفاعك في الكلام بيوحي بقسوه او بيوحي بقله حب، ده بيجرح شريكك يمكن، الله اعلم، يا رب اكون يعني يمكن اكون غلط، بس لو انا صح، ويا ريت نواجه نفسنا كده، لو انا صح حاول تكون يعني كلامك يكون كويس، يعني حاول انت تكون ظريف شويه مع شريكك. وزي ما قلت لكم الطاقه بينكم طالعه نازله، يوم حلوين ويوم تقلبوا على بعض، يوم كويسين ويوم تقلبوا على بعض، مش مستقره الطاقه، مش مستقره. صح جدا، ميرسي يا سابرينا. هنا
في حالة يعني عايزة أقول راحة أو حالة عارفين، لا حالة هدوء، في حالة هدوء، هتوصلوا لحالة هدوء إن شاء الله في العلاقة بإذن الله. وفيها بقى عطاء بقى، كل واحد هيدي حاجة، كل واحد هيدي للتاني حاجة، في هنا خير جاي لكم إن شاء الله. يعني واضح إن أنتوا الاتنين شخصيات طيبين، ناس كويسين جدا، فبإذن الله ربنا هيبعت لكم حاجة كويسة، دي حاجة جاية من عند ربنا، خير جاية من ربنا إن شاء الله، يكون هدوء نفسي ويكون حالة يعني هيقربكم من بعض أكتر. الناس اللي ما اتجوزوش هنا في إتمام زواج في خلال شهرين، الله أعلم إن شاء الله في خلال شهرين في إتمام زواج. الناس اللي مرتبطين يمكن دي مشكلة، مش عايزاكم تخافوا، يمكن تكون مشكلة وهتحتاجوا ان تحكموا بينكم حد كبير، حد من العيلة، اب ام اي حد، ويا ريت هم دول الناس بس اللي يتدخلوا، ويا ريت تختاروا حد فعلا يقدر يديكم نصيحة كويسة ويوفق ما بينكم، ده حد جاي بيحكم بينكم انتوا الاتنين. ان شاء الله تتراضوا لو كانت دي مشكلة فعلا. لو ما كانتش مشكلة فهي بينكم، يعني ممكن تكون مشكلة خارجية بعد الشر، يعني حاجة بسيطة كده وتعدي تروح لحالها، المهم ان العلاقة هتستقر بإذن الله وهتبقى زي الفل. والله صح، ميرسي يا صابرين حبيبتي، بشكرك جدا. الأسد قلناه يا محمد، محمد مصطفى قلنا الأسد، أحمد جه معانا أهو زي ما قلت لكم، أحمد سليمان هتلاقوه هو حاطط صورة أحمد حلمي بروفايل بيكتشر بتاعته، هو الأدمن الجديد معانا، رحبوا بأحمد حقيقي والله. ميرسي يا بسمة. القوس حاضر يا هادية، حاضر من عينيا، الجدي من عينيا يا حنان، حاضر بس كده. انت اللي منور يا سيف، بشكرك. ما قلتليش ايه رأيكم في موضوع اللعبة دي؟ ايه يانا عليا زي بتقولي ايه يا ماني، مش فاهمة. اوكي الحمل قريب جدا، قريب جدا يا طيب، قريب جدا ان شاء الله. برج الاسد سايبني انا حاسه باللامبالاه. طب بصي يا هبه، انت عايزه تسالي يعني في رجوع ولا لا؟ السؤال ده زي ما قلت لك انا بعمل اخر 10 دقائق في اللايف، نقعد بقى نسال اسئله، هسافر ولا لا؟ يعني بدي كده 10 دقائق نقعد نقرا نقول اسئله. نوسه بشكرك يا حبيبتي على الفيدباك الحلو ده، الحمد لله القرايه مظبوطه وكله تمام. صح يا عسل، ده انت اللي عسل يا سمر. جومانا بشكرك حبيبتي قوي قوي على الفيدباك، ثانك يو ثانك يو، كلامك صح، بشكرك يا احمد، ميرسي احمد في حاله انبهار، ده احلى حاجه في الدنيا والله، ربنا يخليهولي. شفتوا بقى الكلام الحلو بقى، يا رب يخليهولك يا بسمه ويهنيكوا ببعض ويهديهولك ويهديكي لي. ميرسي يا نوسه جدا، فعلا صح جدا بجد، كله بيحصل وبوظت الدنيا باندفاعي، ربنا يفرجها من عنده ويدير خاطرنا ويصلح الاحوال. يا ندى انتي يعني بجد، بصوا الاعتراف بالحق فضيلة فعلا، انتي وصلتي لمرتبة حلوة جدا في الفضيلة، انك بتعترفي بخطئك وبتصححيه، برافو عليكي، جو فور ات، وهتصححيه ان شاء الله. طيب دلوقتي ليان، ثانك يو حبيبة قلبي، مبسوطة قوي ان القراية عجبتكم بجد، مبسوطة جدا. دلوقتي هنبتدي القرايه، قرايه المجموعه الثانيه لبرج الثور، القرايه الجنرال.